بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الفات اتكلمنا عن حفظ الملف. في الدرس ده الليلة عايزين نتكلم عن كيف تفتح ملف موجود أصلا في الكمبيوتر. الطريقة سهلة جدا. بنجي هنا قائمة فايل، نمشي open، ننزل تحت براوز، بعد كده نختار مسار الملف حقنا. المرة اللي فاتت لو تتذكروا عملنا ملف وسميناه الميزانية الشهرية وخطيناه في الدي. انا بجي بنزل هنا في الدي، بضغط، بجي هنا اكسل ترينينجز، دبل كليك، بجي بضغط يا دبل كليك او ضغطة واحدة واضغط على اوبن، بيفتح معانا الملف بالطريقة دي. ده ملفنا، شايفين اسمه الميزانية الشهرية، اسمه فوق. طيب قبل ما انهي الدرس، في ملف انا جهزته فيه كل اختصارات برنامج اكسل، وخطيته في صفحتنا في الفيسبوك، بتلقوا رابط الصفحة تحت ورابط تنزيل الملف او تحميل الملف تحت برضو. طيب بعد ده انا لو عايز اقفل الملف ده بعمل شنو؟ مثلا اجريت فيه بعض التعديلات مثلا وعايز اقفل الملف، اجي هنا فايل واقول له كلوز، بتجيني الرسالة دي عشان التغييرات اللي انا عملتها هنا. الرسالة دي بتقول شنو؟ بتقول داير تحفظ التغييرات وبعد كده تقفل الملف، ولا عايز تقفل الملف من غير حفظ التغييرات. انا بقول له دونت سيف، ما داير احفظ التغييرات، كده قفل الملف. برضو اجي اقفل ده كلوز، كده قفلنا الملف عندنا. وما تنسوا الضغط على لايك، والما مشتركين في القناة يعملوا اشتراك. برضو ما تنسونا من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.